سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. النهارده الحلقه كذا فقره معايا. اول فقره هنتكلم عن علاج الخوف والحزن، ثاني فقره عندنا فقره المطبخ، وهنقدم النهارده الحواوشي وبعض الكريبات. اول فقره معايا الخوف والحزن. بس قبل ما اتكلم معرف يعني ايه خوف يعني ايه حزن واحنا ليه بنحزن، حتى لو قلت لحد دلوقتي بلاش تحزن هيقول لي مالها دي مجنونه ولا ايه، يعني ايه بلاش احزن؟ ما طبيعي ان انا احزن، طبيعي ان انا خايف من حاجات، من المستقبل، بقت حاجه طبيعيه عندنا. بالرغم ان في حاجه استوقفتني في القران الكريم 14 ايه او 14 موضع في القران عن الخوف والحزن، فجيت افكر يا ربي وانا طب ما انا بخاف ساعات وساعات بحزن، يعني في ايه؟ في حاجة. الخوف والحزن عايز وعي شوية، وتعرف انت جاي هنا الارض ليه، تعرف ان انت جاي لاختبار، يعني مفيش حاجة اصلا في الدنيا كلها تستاهل ان انت تخاف وتحزن. طب ازاي؟ هقول لكم ازاي. في آية في القرآن بتقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية التانية بتقول الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكرار رهيب، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما جيت وقفت في الآيات دي، وآيات كتير 14 آية، فأنا مستغربة قلت يا ربي طب أنا ساعات بخاف من حاجات ساعات بقى، يعني أنا كده مش مؤمنة؟ يعني أنا كده إزاي؟ طب ما أنا بصلي وبصوم وعارفة ربنا، إزاي إزاي يعني؟ يعني أكيد في حاجة. الإيمان ده أعلى الدرجات، الدرجة العالية بقى اللي هو الصح اللي احنا المفروض نطبقه على الأرض، اللي هو الإسلام زي ما بيقولوا. يعني إيه إسلام؟ يعني أسلم وجهي لله، يعني التسليم بأي شيء، تسليم بأي وضع. أنا اتدمرت ماليا مسلم ومش رافض، لا أرفض أي حاجة ربنا جابها لي، اللي هو احنا بنسميه الرضا. هو ده الإسلام، هو ده الإيمان زي ما بنقول. فالمؤمن اللي هو ربنا ذكره في القرآن ما بيخافش ولا يحزن. طب ما هو في بعض الأنبياء خافوا وحزنوا، يعني في سيدنا محمد كان في الغار كان قالوا لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن، حس بالحزن. فطبيعي إن أنت هتحس بالحزن، ده طبيعي. الحزن ده بيجي منين؟ لأن الشيطان بيجي يوسوس للإنسان، أي إنسان على وجه الأرض الشيطان بيوسوسته، لأن وجعلنا لكل نبي شيطانا قرينا. اي انسان او اي نبي لازم يكون فيه شيطان قرين، لان انت في دار اختبار والشيطان ما بيسيبش الانسان نهائي، بيوصلك بخوف، بيوصلك برفض الحاجه. فاول ما تحس بالمشاعر اللي هي المشاعر السلبيه بتاعه الحزن او بتاعه الخوف، اعرف ان انت ماشي غلط، اعرف ان في حاجه مش طبيعيه فلازم نوقفها. طب ايه هو الخوف؟ يعني ايه خوف؟ الخوف هو رفض المستقبل، ان انا رافضه حاجه لسه هتحصل في المستقبل، لسه ما حصلتش، انا خايفه منها، في مشاعر خوف عندي ان رافضة اقدم على الحاجه دي، خايفه اعمل المشروع الفلاني هيحصل، خايفه اروح للدكتوره الفلانيه ممكن تعمل لي كده، خايفه اسقط في الامتحان اصل ممكن. ده الخوف، ان انا برفض المستقبل، هتطلع مشاعر سلبيه. طب ايه هو الحزن؟ الحزن رفض الماضي، حصل لي موقف من المواقف اللي هي الصعبه انا رافضاها، يحصل لي مشاعر سلبيه، يحصل لي حاله من ان انا رافضه الموقف ده. طب انت رافض الماضي وعايز ترفض المستقبل، يديك على طول حزن وخوف. رافض الماضي حزن بس، رافض المستقبل يبقى خوف بس. طب افرض انت رافض الحاضر، هتوصل لمرحله الاكتئاب. يعني لو رفضت الحاضر والمستقبل والماضي يبقى انت في الاكتئاب، بيؤدي للانتحار. طبعا الخوف ليه قصه كبيره من ايام بدايه الخلق، ايام سيدنا ادم. اما كان في واحد عنده غل وحقد رفض انه يسجد لادم لما ربنا خلقه، فالغل والحقد ده عشان هو رافض الملائكه كلهم سجدوا الا الراجل، الا الشخص ده اللي هو الشيطان طبعا انتوا عارفينه، نزل الارض وكان هو حتى قال ربنا ان انا مش هخليهم يمشوا على الصراط اللي انت عايزه، مش هخليهم يمشوا على الصراط المستقيم. فاولياء الشيطان بيخافوا، معروفة أولياء الشيطان أو اللي هم بيسمعوا اللي هم ماشيين أو يتبعوا أو بيعبدوا الشيطان. يعني إيه يعبد الشيطان؟ يعني يتبع خطوات الشيطان. دول بيخافوا وبيجي لهم ساعات حزن، فربنا ما يديك مشاعر الخوف والحزن تعرف إن أنت ماشي غلط، تحيد المشاعر على طول، تتقبل أي وضع، تقول أنا متقبل يا رب، أنا متقبل، عشان ربنا بيديك إنذار، خلي بالك خلي بالك.
طيب عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا، إحنا أصلا في الدنيا بنعمل إيه؟ دي حاجة مهمة جدا تعرفوها. إحنا في اختبار على الأرض ده، لازم تكونوا عندكم الوعي الموضوع ده، إن إحنا في اختبار، وفي يوم من الأيام كلنا هنسيب هذه الأرض ونروح نسلم ورقتنا زي ما بيقولوا. أنت دلوقتي معاك قدامك ورقة في امتحان، بتمتحن هتسلم ورقتك في يوم من الأيام. طيب مين اللي هيسلم الورقة؟ النفس بتطلع بره الجسد، او اللي احنا بنسميها الروح بتطلع بره الجسد، هي دي اللي بتتحاسب عند ربنا. الانفس كلها عند ربنا واحد. طب الناس اللي بتخاف من موت القرايب، او بتخاف من موت ابوها، او بتخاف من مثلا من الموت عموما، في ناس بتخاف. يعني انا عندي واحده صاحبتي كلمتني من يومين تقولي انا خايفه من القبر، وازاي هدخل القبر؟ قلت لها انت مش هتخشي القبر. قالت لي ايه انت بتقولي ايه؟ قلت لها مش انت اللي بتخشي القبر، انت لابسه بدله، دي بدله النفس هي بتتحاسب، البدله دي هتتقلع وخلاص ملهاش قيمه، اللي هو جسم الانسان. ايوه الو، معانا الاستاذ لطفي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ، ازاي حضرتك يا استاذ لطفي؟ ربنا يبارك فيك يا دكتوره والله. هتتكلم والله يا حضرتك، احنا ابطال اكتوبر مظلومين جدا. تمام، احنا كنا بنقول تمام يا استاذ لطفي. تمام، احنا دلوقتي في مبادره، طبعا هقطع الكلام، كنت بتكلم على الخوف والحزن، بس في مبادره اسمها مبادره تحقيق العدل. فانا اتمنى من الرئيس السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه انه يشوف مشاكل الناس دي، او يشوف ايه هي المشكله اللي عندهم ونحاول نحلها. هي مشكله خاصه بالقوانين، واحنا دوله قانون. انا قلت الحلقه اللي فاتت ان احنا دوله قانون وبنحترم القانون ولازم نطبق القانون على الكل. فممكن نغير في بعض القوانين، ممكن نعمل بعض القوانين عشان اصحاب المعاشات الالف قبل 2012 مظلومين غير بعد 2012. طب اتفضل اتفضل اعرض يا استاذ لطفي. الو، انا اولا بشكر حضرتك، بشكر الاعلام المصري على اتاحه قضيه من اهم القضايا في مصر، قضيه ابطال اكتوبر. وما نتكلم على اكتوبر ونصر اكتوبر نقف كتير، والعالم كله يقف كتير قدام عظمة هؤلاء الأبطال اللي حققوا النصر المجيد وحرقوا أرض الوطن. وأنا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بني مصر الحديثة، ربنا يبارك فيه ويعزه ويقويه. إحنا معاه بندعمه في بناء مصر الحديثة، وبندعمه في إحقاق الحق وتحقيق العدل والمساواة. أبطال أكتوبر بيتعرضوا لظلم القوانين اللي حط القانون مراعات حق القدامى. حضرتك لم يراعي حق القدامى، فأصبح معاش القدامى أبطال أكتوبر خاصة هم أكثر ناس مظلومين، معاشهم أصبح ربع معاش قرينه أو زميله في أو درجة. فإحنا بنطالب من السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة حضرته يتدخل لإنقاذ هؤلاء ولتعديل القانون لكي يبقى. هو احنا عارفين يا استاذ لطفي، احنا عارفين ان الجيش على طول بيضحي بكل حاجه طول عمره. يعني انا اعرف ان هم بيضحوا، حتى الرئيس السيسي ضحى بنص مرتبه عشان يبني الوطن، وبرضه ناس في الجيش كانوا بيضحوا زمان بنص مرتب عشان الوضع. وانتوا ضحيتوا كتير، ضحيتوا في اكتوبر وضحيتوا بمرتبكم. فطبعا احنا عايزين نغير او نعدل في بعض القوانين الخاصه بتسويه المعاش. كمل يا استاذ لطفي اتفضل. حضرتك قانون المعاش العسكري، حضرتك يعني احنا حسب اعلان السيد الرئيس وتصريح السيد الرئيس ان الجيش المصري قعد 20 سنه يعني بنص، والنص الثاني كان بيبني القوات تحت السيد القائد الاعلى. فاحنا مظلومين، احنا معاشات القوات المسلحه القدامى مظلومين. احنا هنحاول بنناشد الرئيس السيسي بالمبادره اللي احنا قلنا عليها، مبادره تحقيق العداله. فقط احنا نفسنا العداله تتحقق لكله. على فكره ضباط الشرطه وضباط الجيش دول خط احمر، انا بعتبرهم خطر. لولا ضابط الشرطه او ضابط الجيش ما كنتش اقعد كده دلوقتي واقدر اتكلم. هما اللي حاميين البلد، هما الامان للبلد، فدول طبعا فوق راسنا من غير ما نتكلم، بعد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك في حضرتك. طبعا خط احمر، ولازم يبقى لهم كادر خاص، لازم يبقى لهم كادر خاص في المرتب، لازم يبقى لهم كادر خاص في المعاش، لازم. دول هما الاساس اللي بانيين الدوله، من غير ضباط الجيش او الشرطه مفيش دوله اساسا.
مفيش دوله. فانا بتكلم او الرئيس يتكلم اي حد ليه؟ في ضباط، في جيش قوي اقدر اتكلم، في جيش قوي، رئيس السيسي بيتكلم هنا وفي اي دوله ان وراه جيش قوي، فالجيش والشرطه خط احمر. حضرتك كل اللي بنطالب بيه ان احنا القدامى يكون معاشهم ده، يعني يكون معاش ما يتربط معاش لكل رتبه، معاش موحد لكل رتبه ولكل درجه. اكيد الرئيس السيسي معاكم، الرئيس السيسي معاكم وهينفذ مطالبكم. احنا هنحاول نعدل في القوانين ان شاء الله صوتكم يوصل، واكيد هو معاكم وبيقدر اي ضابط جيش من اقل ضابط لاكبر ضابط. شكرا استاذ لطفي، متشكره جدا. الو، معانا ام مكه. الو، سامعاني كده؟ سامعاكي، اتفضلي. تمام. انا اولا لسه فاتحه التلفزيون دلوقتي، بس قريت ان عنوان الحلقه علاج الخوف والحزن. تمام، اتفضلي. انا عندي وسواس من كل حاجه. وسواس من كل حاجه؟ دايما خايف. وسواس الخناس، صح كده؟ ممكن. بصي، دايما خايفة. دايما خايفة انا جوزي ممكن يحصل له حاجة، بنتي هيحصل. طيب تمام، ده تعلق، انت متعلقة بابنك، متعلقة بجوزك، متعلقة بكل المخلوقات اللي حواليكي، وناسية التعلق بربنا سبحانه وتعالى. انت تتعلقي بربنا فقط. يمكن بصلي. لا لا، انسي بقى الصلاة، الصوم. في الناس كلها بتصلي ما بتطبقش الصلاه، وبتصلي وانت سرحانه، ما ينفعش الصلاه، انت بتصلي وانت سرحانه. تعلق بربنا سبحانه وتعالى، الارتباط بربنا، مش شرط ان الصلاه والصوم كل دي طقوس عشان العباده الاساسيه اللي هو الاتصال الروحي بربنا سبحانه وتعالى. مركزه معايا؟ فانت لو انت مؤمنه قوي بربنا، زي ما كنت بقول لك على الخوف والحزن، ما ربنا في القران بيقول لك ايه؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني اللي مرتبط بربنا مش هيخاف ويحزن. ما تقوليش بقى انا بصلي وخايفه، انا بصلي وحزينه، يبقى انت ما بتصليش، يبقى مش هي دي الصلاه. الصلاه ارتباط قوي وخشوع لربنا سبحانه وتعالى، لكل الاديان، ما بتكلمش على الاسلام فقط، لكل الاديان، لان الدين هو الاسلام، تسليم، اسلم ربنا. يعني حتى ابني لو مات خلاص اختباره خلص، شوف قد ايه. طب هنطلع فاصل ونرجع تاني. ايوه معانا ياسمين. الو، بعد العوده من الفاصل، اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ياسمين، ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كلام حضرتك والله عجبني جدا. ما انا قلت لك يا ياسمين، انت في حاله اسمها تعلق، تعلق بولادك، تعلق. يعني انت ابنك لو جرى له حاجه ممكن تتجنني، عارفه الحته دي؟ جوزك لو جرى له حاجه هتبقى انت خايفه عليهم قوي وناسيه الخالق اللي هو خلقهم. انت مركزه معايا؟ هو ارتباطك حضرتك. اتفضلي. حضرتك مش انا اللي كلمتيها دلوقتي. انت طب طب ماشي تمام. مين يعني. طب اتفضلي اعرضي مشكلتك، اتفضلي. انا كنت بقول لحضرتك انا ما بقتش خايفه، بس انا بقيت مرعوبه. طب ما انت يعني اكتر من اللي انا كلمتها دلوقتي مشكلتك. مشكلتي ان كل ما اتمنى حاجه من ربنا سبحانه وتعالى بيديه اللي احسن منها، تمام؟ ولما بيديني الاحسن منها بفرح بيه جدا وبشكره، لان في ايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وان شكرت لازيدنكم. برافو عليك. بزيد انا في الشكر بقى. برافو عليك. تمام. ففجاه كده لما بفرح بالحاجه دي وبحمد ربنا وبشكره والله تروح مني فجاه كده، ما اعرفش ازاي. اختبار بقى من ربنا، ما تروح. يعني اقول لك كم مثل كده حصل لي في حياتي، اللي هو ايه؟ اللي هو اتمنيت من ربنا ادخل ثانويه عامه، ابسط حاجه، وابقى حاجه في المستقبل وكده، وبالتالي ربنا اداني ده ودخلت ثانويه عامه عشان احقق حلمي. فجاه حضرتك حصلت لي حاجات، سبت مدرسه خالص، سبت مدرسه خالص. ماشي. تمام، مفيش مشاكل. بعد كده قعدت في البيت زي اي بنت كده، خلاص بقيت يعني ايه، بقيت عروسه يجي لها عرسان وكده. بصي بصي بصي، انت اسمك ايه؟ ياسمين ولا اسمك ايه؟ شيماء. ياسمين. طيب بصي ياسمين، ركزي معايا. احنا مخلوقين في الحياه زي الجيمز بالظبط، احنا في لعبه ياسمين، وفي اللعبه دي بيبقى في مطبات بتحصل لنا، وفي الاخر بدنا مستمرين في اللعبه لحد ما ربنا يقول لنا جيم اوفر. قلت لك قبل كده جيم اوفر يعني الوفاه، هنموت في يوم من الايام. انت في لعبه حبيبتي. انا حصل لي مطبات كتير في حياتي وخسرت حاجات كتير، بس تقبلت الوضع، تقبلت الخساره وتقبلت كل حاجه، لان انا عارفه ان انا في جيمز وعارفه ان انا في لعبه وبستمر. يعني انا مهما خسرت ومهما عملت بستمر واقاوم وداني شغاله في اللعبه. عارفه لما تكوني في الجيمز وداني تاخدي حاجات وتاخدي نقاط وتاخدي نقاط،
اهو انت كده كل ما تقعي في مطب تقومي من المطب وتستمري وتاخدي نقاط. اهم حاجه يا اهم حاجه في المرحله اللي احنا فيها دي كلها هو الجيم اوفر، اللي هو اما ربنا ياخدنا بقى ان شاء الله او ما نموت باذن الله. على فكره الموت مش شر، انا مش بعتبر الموت شر، لان كده ده حاجه طبيعيه هتحصل لنا كلنا. هيقولك عملتي ايه يا اموره في اللعبه، عملتي ايه في اختبارك، هو ده اللي هيسالهولك، هو ده اهم اختبار، فهمتي؟ فما تتعلقيش باي حاجه، اي حاجه تجيلك بتكوني سعيده بيها ومش تفرحي حتى بالحاجه اللي ما تجيلك، يعني من حاجه حلوه قوي تجيلك مش تفرحي بيها قوي، وما حاجه وحشه او ما حاجه تروح منك مش تحزني قوي، تقبلي، خلي مشاعرك محايده، تقبلي كل شيء وسلمي امرك لله. يعني عارفه انا في تمرين بعمله كده بتلمي كل اللخبطه وكل المشاكل اللي عندك، عندك مشاكل مع جوزك مع اخواتك مع ايا كان الوضع، مشاكل مثلا في الدراسه زي ما بتقولي ايا كان، بتلمي كل المشاكل وتغمضي عينك وتقولي افوض امري لله. التمرين ده تتخيلي المشاكل قدامك، تخيلي كل الكراكيب دي قدامك كده وانت مغمضه عينك وبترفعي راسك للسماء، افوض امري لله ان الله بصير بالعباد. ده اللي تقوليه على طول تكرار، افوض امري لله ان الله بصير بالعباد، عن يقين، وتعرفي ان ربنا هيجيب لك اللي انت عايزاه تاني. بس لو اللي انت عايزاه، ليه اللي انت عايزاه بيروح منك يا ياسمين؟ ليه؟ لانك بتتعلقي بيه. خلي بالك لو تعلقتي بحاجه هتروح منك، لو ارتبطتي بالحاجه اللي ربنا جابها لك ونسيتي ربنا هتروح منك. مركزه معايا؟ الو؟ طب اتصرح. هنكمل الموضوع بتاعنا. انا بالظبط في قصه كده عايزه احكيها بالنسبه بقى للخوف من موت المقربين. الخوف، كنا بنتكلم على البدله، احنا لابسين بدله ازاي؟ تخيل كده ان في شخص قعد تحت الميه، نزل تحت الميه، والشخص ده هيقعد تحت الميه حوالي 3 سنين. الشخص ده او الناس اللي نزلوا تحت الميه دول لبسوا بدله الغطس والعوم، بدله الغطس، نزلوا تحت الميه قعدوا حوالي 3 سنين واتجوزوا وخلفوا. تخيل، طبعا مفيش جواز تحت الميه، بس نتخيل انهم خلفوا بني ادمين او خلفوا ناس وهم لابسين بدله الغطس. الشخص اللي تحت الميه ده طلع بعد 3 سنين من الميه، اختباره خلص، طلع من فوق بقى على وش الارض وقلع بدله الغطس. البدله الغطس قلعها رماها على الارض، بالظبط كده، ده الوفاه، هتحصل كده. البدله اللي احنا لابسينها اللي هو الجسم بتاعنا ده بيتحلل وبيموت وبيفنى، ملوش اي قيمه. اللي تتحاسب هي النفس، او زي ما بتقولوا الروح، النفس دي بتكون مشحونه روح. كل ما تشحني نفسك روح من الله سبحانه وتعالى، الروحانيات اللي احنا بنعملها والعبادات اللي احنا بنعملها دي الروح اللي هي بتزكي نفسك بقى، بتبقى فعلا بصرك منور لكل حاجة وتتقبل اي وضع ولا تحزن فعلا. سيدة مريم اما حصل لها مشكلة رهيبة في القرآن وربنا قال لها لا تحزني، بدأت تحزن. شوف سيدة مريم دي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لربنا، بس برضو جالها الحزن من الشيطان، ما الشيطان بيوسوس بينتهز الفرص زي ما بيقولوا. ليه جالها الحزن؟ ما جه بقى اهلها بقى هتحمل واهلها بهدلوها، وازاي وازاي تحمل ومش عارفه ايه، حملتي من مين كلام كبير جدا. ربنا قال لها اصمتي ولا تحزني، كان عندها ايمان بربنا جدا جدا جدا، فعايشه لربنا فقط، فصمتت ومش حزنت، فربنا دافع عنها. هو ده الاختبار، كل ما تبقى قريب من ربنا او متعلق بربنا هتلاقي مشاعر الخوف راحت، مشاعر الحزن. الحلقه اللي قبل الحلقه دي كانوا بيتكلموا على الست اللي قتلت ابنها. الست دي قتلت ابنها ليه ولا بنتها ليه؟ وصلت لهذه المرحله ازاي؟ لان دي رافضه كل شيء، رافضه جوزها ورافضه اولادها ورافضه حياتها، هي قتلت ولادها وهتروح تنتحر، ما هو طبيعي، ده طبيعي، لان دي واحده الشيطان تغلب عليها وسيطر عليها لانها ماشيه غلط اساسا. فدي كده كده في جهنم، هي جهنم الارض اساسا، هي في جهنم الارض وبالتالي جهنم الاخره. فالإنسان لابد أنه يتعلق تعلق قوي جدا بربنا، عنده رقم واحد أيا كان. أنا حتى بعود بنتي على كده، بقول لها أنا بعود بنتي على أننا أن في أي وقت في أي لحظة ممكن أموت، فلازم تتأقلم أن احنا هنموت وتتعود على كده، لأن الموت ده حاجة طبيعية. فبتدربي العقل اللاواعي أن أنا في يوم من الأيام هموت، وتدربي اللي حواليك أن أنت في يوم من الأيام هتموتوا مثلا، مش بعد الشر، هو مش شر، هو حاجه طبيعيه، فلازم يكون الانسان متعود على كده عشان اما يحصل الوفاه تكون هي متقبله الوضع.
احنا معانا تليفون. طيب تمام. فطبيعي ان الموت ده حاجة طبيعية جدا، فاحنا بنتكلم على الخوف والحزن، فمعنى ان ربنا في القرآن يكرر الخوف والحزن اللي هو سبب كل الامراض النفسية اللي تخيلها على هذه الارض. اي مرض نفسي لازم يكون فيه خوف او حزن، لا اما حصل حزن اما حصل خوف، لازم او الاثنين، ادى الاكتئاب وادى الانتحار بعد كده. اي مرض نفسي تعرف ان انت رافض حاجة، ده الالارم، بيحصل لك خوف يبقى في حاجه غلط انا عاملاها، انا رافضه حاجه، يبقى استنى استغفر ربنا واتعلق بربنا. في حزن يبقى انا رافضه حاجه، اكيد انا رافضه ماضي او رافضه موقف او مش عايزه اتحرج قدام الناس، مش عايزه حد يحرجني. ازاي ده يحرجني؟ ببقى حزينه من جوايا. لازم اللي هو اللي احنا بنسميه الايجو، بيبقى الايجو عندي عالي والتكبر عندي، ما ينفعش حد يحرجني. مشكله ان احنا اهتمنا بالمواد قبل. الو الو الو، مين حضرتك؟ حضرتك متصل، مين معايا؟ طيب تمام. فانت طبعا تتعلق، المداخلات التليفونيه دي بتخرجني تماما من الموضوع. فانت طبعا تتعلق بس بربنا، وتعرف ان كل شيء في الدنيا دي، وفي حاجه كان الدكتور ابراهيم الفقي بيقول عليها، خليك زي الواحد الصحيح، يعني الواحد اللي بيتضرب في رقم بيطلع زي ما هو 1 تايمز 9 ولا 1 في 9 بيطلع هي 9. انا حصل لي موقف وحش، اتضرب، هطلع من الموقف الوحش زي ما انا، مش هتغير، مشاعري ما تتاثرش ولا ابقى سلبيه، ما بهدلش الدنيا. الو الو، اللواء عاطف معانا، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، اتفضل. احنا كنا بنتكلم عن مبادره تحقيق العدل، وان شاء الله اتفضل حضرتك برضو اتكلم، اعرض مشكلتك. الو. احنا هي مش مشكله واحده فرديه، دي مشكله جماعيه على مستوى ضباط القوات المسلحه، اللي الناس اللي خرجت قبل اصحاب 2011. المعاش، اصحاب المعاش، قبل 2011. تمام تمام. هو يحصل، هو قانون، القانون احنا بشهاده سياده الرئيس، بشهاده احنا دفعه سياده الرئيس، احنا بشهاده سياده الرئيس ان احنا، خد بالك، احنا سياده المشير حسين طنطاوي، احنا كنا بنقبض نص مرتبنا. ما انتوا قبضتوا نص مرتبكم الفتره اللي فاتت دي. عايزين سياده الرئيس يعمل لنا تسويه في معاشات القوات المسلحه للضباط اللي خرجت قبل 2011، علشان تتساوى بزملائها الاحدث منها. تمام. احنا في ظلم بين علينا. هو مش ظلم حضرتك ولا حاجه، هو بس تغيير قوانين، تعديل قوانين هيتم، هو هيتم بس ممكن ياخد وقت. نطلب يبقى سياده الرئيس ينظر ويعدل لنا قانون لمعاشات القوات المسلحه. احنا اهو داخلين على مجلس النواب، والمفروض مجلس النواب ما ينعقد بقى في يناير ان شاء الله، ويبدا بقى القوانين دي. انا ما اعرفش قوانين القوات المسلحه تبع مجلس النواب ولا تبع القائد الاعلى للقوات المسلحه رئيس السيسي، انا ما اعرفش بالظبط، بس اكيد هينزل القانون ده ويتغير او يتعدل اكيد يعني. اتمنى ان سياده الرئيس ينظر لمعاشات ضباط القوات المسلحه اللي هو شهد على سياده المشير حسين طنطاوي ان احنا كنا بناخد نص مرتبنا. تمام، ان شاء الله خير باذن الله. على طول الجيش بيضحي اصلا بكل حاجه، بيضحي بمرتبه، بيضحي بكل حاجه عشان خاطر الوطن. طبعا احنا دلوقتي معانا تقرير، هنشوف رئيس الوزراء وهو نزل المقبره الاثريه اللي اكتشفوها في سقاره، هنطلع التقرير ونرجع تاني لفقره المطبخ. احساس رائع ان الواحد لاول مره يبقى حياته كلها يبقى موجود في مقبره وهي لسه مكتشفه، يعني الحقيقه الواحد طول عمره يعني منبهر بالحضاره المصريه القديمه، ولكن ان احنا نبقى موجودين مع بعض هنا في دير والمقبره لسه مكتشفه امبارح، ده يعني تجربه رائعه. والحقيقه انا يمكن حابب اوجه كل الشكر لزمايلي في وزاره الاثار والمجلس الاعلى للاثار على الجهد الكبير اللي بيبذلوه دلوقتي في هذه المرحله، وكل يوم بيبقى عندنا اكتشافات جديده ومثيره لتؤكد غنى وثراء الحضاره المصريه العظيمه. من تحت الارض، وده بير من 6 ابار، كنا اكتشفنا 3 ابار واعلنا عنهم في 59 تابوت، تم اكتشاف 3 ابار اخرى ولسه هنكمل، وعشان كده مش هنعرف نعلن في الفترة دي، هنستنى شوية لما نكمل الشغل.
مجهود غير مسبوق وكان باكتشافات الحمد لله توفيق من ربنا الحمد لله ودعم كبير بنلقاه في المجلس على الاثار وفي الوزاره من الحكومه وزاره سيادتك. انا لم اسمع قبل ذلك عن رئيس وزراء ليتفقد كشف اثري وده يدل على حرص الحكومه على دعم الاثار ومشروع حضرتك.